نواصل وإياكم أعزائي عزيزتي على أثير إذاعة مدينة FM، وما تبقى من الأمد الزمني من حلقة اليوم من برنامج فسحة أمل. خلال هذا الجزء الذي ننفتح فيه على مداخلاتكم وتفاعلاتكم على الرقم 0535 40 11 12، أو على رقمنا على تطبيق الواتساب 0616 48 66 21. مشي ناخذ أول مداخلة ضمن حلقة اليوم. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم خويا. أهلا وسهلا بك سيدي، شكون معنا؟ معك يوسف من مدينة مكناس. سيوس مرحبا بك، أهلا وسهلا، تفضل سيدي. خويا بغيت ندخل في القضية ديال الأخت اللي من مدينة خريبكة. أخت نجوى نعم. في الصراحة زعما بقات فيا كتاب على هذا المكتوب، الله غالب. نعم. الإنسان خطأ. أكيد. وغيجي واحد النهار اللي غتواجه فيه الواقع، يعني من الأحسن أنها تلتجع للأخت للقضاء، لحقاش الأمر ديالها يعني كتعيش بوحدها في هذا الظرف هذا. والإنسان سيوسف قطعت المكالمة مع سيوسف. على العموم فكرة واضحة بالنسبة للمداخلة ديال سيوسف اللي كينصح فيها الأخت نجوى أنها تسلك المسار القانوني من أجل حل هاد المشكل اللي كتعيشه الآن. نأخذ مكالمة أخرى. ألو السلام عليكم. ألو مرحبا، أهلا وسهلا بك سيدي، شكون معك؟ الحمد لله، بارك الله فيك. ديرين وتشكركم على هذا البرنامج الشيق. بارك الله فيك سيدي. شكون معنا سيدي؟ البلغي سي حميد من عين تاوشطاط. سي حميد من عين تاوشطاط، مرحبا بك، تفضل سيدي. أخ صهيب. نعم. تشكروا على الشجاعة اللي عطيه الله والذكاء اللي عطيه الله، وتنقول له يقدر يبحث على والديه الخير. نعم. حقاش الوقت ديال المجتمع ديالنا حنا ما تيرحمش. نعم. ديك الظروف ديال والديه ربي اللي علم بهم ديك الساعه ديك الوقت شنو هي. يبحث عليهم ويحيمهم قطرة الرحيم ويكمل الجنه ديالو ان شاء الله. نعم السي حميد. ويتهلا في الناس اللي كونوه. نعم. وداروه في ديك الذكاء اللي عطيه الله، وهذا وقراوه وما ضاعش وما هذا، يحمد ربي ويشكره ويكثر ليه الحمد. والنصيحه ديالي انايا يبحث على والديه، ماشي ولكن ماشي بحقد. نعم واضح السي حميد. وربي يكمل له الجنه ديالو ان شاء الله. نعم. شكرا لك السي حميد من عين تاوشطاط، مرحبا بك سيدي. واسمح لي عندي تدخل على ديك البنت اللي دازت اللي ما فشلها الجواز ديالها الاول، اخت نجوى. تعاود ها هي ديال صهيب النيت، تنقول لها تواجه تدخل قانونيا للمخزن ولو يكون بالسجن عليها كاع، باش ما يوقعش لذاك الولد كما الحالة الصهيب. الحالة الصهيب ربي تعالى نقدوه، عطاه دوك الناس نقدوه وكان بخير وعلى خير. نعم. هاد التيلات اللي عند هاد البنت هادي علم الله شنو غادي يكون به، احسن الري ديالي انا احسن اتجه مع المسار القانوني. القانوني. مرحبا سيدي، شكرا جزيلا لك السي حميد، ومرحبا بالتفاعل ديالك سيدي، شكرا. ناخذ مكالمة أخرى، ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا، شكون معنا سيدي؟ حميد من وجده لعيت البارح. مرحبا بك السي حميد، اهلا وسهلا. لا بس عليكم الحمد لله. بغيت ندخل في قضيه ديال صهيب. مرحبا مرحبا، تفضل. قول له قالك الاخ حميد ما داش كما دار هو. السي حميد غير نقصي شويه من الراديو، الله يعطيك الخير. باش قلت لك نعم، انا كنقول الاخ صهيب نعم بقاش يفكر كما انا كنفكر بزاف. هو قال بابا كيقول ما كلمت ماما بابا، ولكن انا ما كنقولش كلمت بابا، تو خاص يدير يتحمل يبقى يقول هذاك بابا لا ربا. نعم سيدي، هذه المدخله ديالي. واضح السي حميد، شكرا جزيلا لك وشكرا للتواصل ديالك معنا من مدينه وجده، مرحبا بك. 06 61 48 66 21. السلام عليكم.
معكم سناء من مدينة ميدلز، عمري 17 عام. كنشكركم بزاف على هذا البرنامج. انا كنت ديجا تواصلت معكم وتدخلت في بعض الحالات، والصراحه حتى اليوم ما بغيت نتدخل. فبالنسبه للاخ زهيب كنقول لك اخويا الله يوفقك، حتى انا عندي دوزيام باك. الله يوفقنا جميع. والحاجه الوحيده اللي نقدر نقول لك هي انك دابا حاليا ركز في قرايتك، وحط الهدف ديالك انك تدي البكالوريا ديالك ان شاء الله باش نقدر تكون مزيانه وعلاش لا. وبالنسبه للنصيحه ديالي، هذوك اخويا راه كيبقاو والديك، يعني مهما كانوا، واخا سمحوا فيك واخا بزاف ديال الحوايج، مي راه كيبقاو والديك. غادي نقول لك يعني ما تحاولش يعني تحقد عليهم او لا شي حاجه. خصك تعرف الظروف ديالهم وتعرف بزاف ديال الحوايج. وغادي نقول لك تصلي دعي الله وما يكون اخويا غير الخير ان شاء الله. من مدينة ميدلز الله يوفقك، ربي معك وعافك، ما تكونش حاقد وما تحاولش انك تنتقم. شكرا لك سناء من مدينة ميدلز، شكرا للوفاء ديالك والتواصل ديالك معنا عبر الواتساب. ناخذ مكالمة. السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا وسهلا، شكون معنا؟ سيدي كده لبس عليك دي نادية مفاز. مرحبا بك نادية، غير حيدي لي الكيت عافاك باش نسمعك بشكل واضح. الله يعطيك الخير. كنظن لحيدت الكيت مشيت كنهضر معاك من التليفون وراديو في التليفون. واخا نجرب. يلا غير بعدي شي شوية التليفون عليك. واخا سيدي. كتسمعني دابا مزيان؟ يلا تفضلي. لالا واخا سيدي شكرا. الله يخليك، بغيت ندخل في ديك المسألة ديال النجوى هي الأولى. نعم. ما نكذبش عليك، أنا زعما كنصح جميع البنات أنهم شوية يكونوا فايقات، وماشي اي واحد يستدرجهم وبكلمه واحده يعني تنزلوا على بزاف الحوايج. هذه اول حاجه. ثاني حاجه، لان هذا الهضره ما عندها ما تفيد دابا، لان اللي وقع وقع. هي كتضرب صراحه بواحد البرود انا ما فهمتوش. انا عاد كتقول لكم شنو ندير معاه، ومازال كنهضر معاه وهو كيدوخ وكيديها باليوم غدا عيط لعائلتي ديري فعلي. ما انا هادشي كله ما فهمتوش. انا الموضوع المهم هو انك دابا راكي حامله، والديك ما عارفينش، وانت ما عندك شي مؤهلات وما خدامه شي خدمه بون، وكتفكري عاد تزيدي ديري واحد الخطيئه اكثر، هي انك تسمحي في هذا الولد او كتطلبي من الجمعيات. انا كنظن ان هذا السيد اولا خصو يتربى. علاش؟ انه خصو يتبع القانون، تبع القانون، وهو اكيد اللي غادي يديرها بهذا الحق ديالها. داك الوليد ما تخلاش عليه، ما تخلاش على ولدها، واخا تعرف ما تاكل ما تشرب، المهم ولدها تخليه معاها. سوا باه راه غيعترف بيه بالسيف عليه، غادي يعترف بداك الولد الا كانت متاكده انه هو باه. هذه في حاله ما ان كان هو الاب ديالو، يعني ما تخلاش يعني. وعندي عافاك تدخل في الموضوع ديال سهيب. تفضلي. كنقول له تبارك الله، كنقول تبارك الله عليه صراحه موقد، واخا مازال صغير وهذا تبارك الله عليه عارف الطريق اللي غيتبه، والله يعوضه خير. هادشي ما نقول، الله يجعل ربي يعوضه خير. وشكرا. شكرا لك ناديه من مدينه فاس، مرحبا بالتواصل ديالك معنا. ناخذ مكالمه اخرى. السلام عليكم. الو. السلام عليكم. اهلا وسهلا سيدي، شكون معنا؟ سي محمد من وجده. مرحبا بك سي محمد، اهلا وسهلا، تفضل سيدي. بغيت نهضر غير القضيه ديال نجوى. من المفروض انها تطرح عائلته. نعم. من المفروض ان تطرح العائله ديالها، تحكي لنا عائلته، تعرف شنو كاين. ما يمكنش ان تبقى ساكته وتعيش المشكل ديالها بوحدها، لان دابا غادي تبقى عايشه في واحد الدوامه غير بوحدها. غادي دابا الحد تاع اللي سمعنا حنا انها عايشه غير بوحدها في المشكل، هي واختها اللي عارفين. هذا مشكل في حد ذاته. يمكن ان الوالدين ديالها يحتضنوها، يمكن انها غادي يساعدوها. نعم. ضروري انه غادي يكونوا ضدها. وهذا رساله من بعض الوالدين انهم ما يكونوش سدين على نفوسهم بزاف.
انهم ولادهم يخليهم يكونوا اصدقاء معهم، يعرفوهم، يحكيو لهم، يتواصلوا معهم. السبب من هنا فاش ما كيكونش التواصل كيكون مشكل ما بين الاباء ولادهم. هذا هو المشكل اللي لاحظت فيه الاخت نجوى. نعم. وبالنسبه للاخ صهيب هذا كان كنشوف انه انسان ناضج، انسان واعي، ان الله سبحانه وتعالى راه عوض له عائله ثانيه ويكون غير الخير ان شاء الله، وانه ما يحاولش انه دائما يرجع للماضي، ما يكونش اسير ديال الماضي. نعم. يكون دائما كيفكر في الماضي، علاش انهم تخلوا عليا، ربما كان الظروف، ربما ما فهمناش انه كان بالضبط انه دابا الان انه راه مقبل على الاكزامن ديال الباك، يفكر في المستقبل ويحاول ينسى الماضي شويه بشويه. نعم. وكل ما فكر انه يقلب عليه البارون ديالو، كل ما انه يكون عنده حسن. لكن في الاتجاه الايجابي ما يفكرش في حقد، تسامح. نعم. وبالنسبة للسيدة ديك المدخلة، السيدة اللي خدات ديك الأمانة من عند ديك السيد، كان المفروض أنها تصرح الزوج ديالها قبل. تمام. أي حاجة دارتها أنها تصرحها، لو كانت صرحت الزوج ديالها كان يكون في جنب دابا، علاش هاد الاضطرابات وهاد الخوف؟ وقتين ترى كاين القانون، كاين كلشي، ما يمكنش أن السيد يضغط عليها بجميع الأحوال أنها تمشي عليها. واضح السي محمد. نعم، شكرا جزيلا لك السي محمد. مرحبا بالتواصل ديالك معنا من مدينه وجده، شكرا لك. ناخذ مكالمه اخرى. السلام عليكم. سي حميد السلام عليكم. حياكم الله. مساء النور. اهلا وسهلا. يعني انتم لاباس؟ الحمد لله بارك الله فيك. اهلا وسهلا. العائله بخير، السلام عليكم الثقل عليكم. مرحبا سيدي. بارككم بخير. عافاك سلام لك السيده نجوى. كنت دابا قلت للسيد اللي قبل المكالمه اعطي له واحد العنوان، ربما تربين عنده ديال الجمعيه في الدار البيضاء. ربما نقول لك على لونطين اللي بغيتي. بلاش افضل. باش تمشي نجوى تتصل بهم. انا غنرجعك لعند علاء، نرجعك لعند علاء باش ترجع. يعني باش تكون عمليين. نعم. في الوقت بالنسبه للنجوى نقول يعني بان صهيب يعني انه هو احسن رد، يعني باش ما نعلقوش بزاف. الصرخه ديالته يعني اليوم كانت صرخه مدويه، صرخه صادمه لهذ العلاقات الجانبيه غير الشرعيه للاسف. المهم نعم يعني هذا يعني باش ما نعلقوش بزاف عليه. غير صهيب انا نقول يا سيدي حميد يعني بانه كيملك واحد الميزان ما كيملكوش غيره. يعني انه على الاقل هذا واخا متخلى عليه، لقى راسه في واحد العائله، لان الدليل على الرعايه والتربيه هو الطريقه باش كيتكلم في هذا العمر ديالو. يعني هذه مساله ايجابيه عنده. وبالنسبه باش يتعرف على الاب البيولوجي ولا الام، الابوه والامومه ماشي واحد النطفه، ماشي واحد اللحظه عابره، راه رعايه واهتمام الى اخره. يعني حتى نعرفهم، يعني ربما كل واحد يقول الام وديك الام البيولوجي ولا الاب البيولوجي، كل واحد نخرط واحد الحياه جديده، يعني من الصعب باش انهم غادي يكسروها وعاود يرجع داك السباحة الماضي يطردهم. يعني انه يهتم بالدراسه ديالته، وهذه يعني هاد المنح هاد المحن ربما تعطيهم منح. والانتقام يعني كان واحد القوله ديال مونديلا، ان الانتقام هو بان كنشربوا حنا واحد الكاس ديال السم وكنزرعوه وكنتسناو حنا داك الطرف الاخر اللي بغينا ننتقموا منه هو اللي غادي يموت. نعم. لانه يسامح ويعني ويكبر العقل ديالو، والحمد لله يعني الحمد لله عندنا واحد النوع ديال الشباب. واحيانا كتكون ديك الصدمات اللي كتكون هي حافز لواحد المستقبل زاهر. وتحيه للسيد حميد اللي وديتينا عند السي. شكرا لك السي حسين. نعطي العنوان اذا كان ممكن. شكرا لك. شوف الاخ علاء مع السي الحسين. شكرا لك السي الحسين على مداخلتك القيمة. مرحبا بالتواصل ديالك معنا من مدينة الدار البيضاء. ناخذ مكالمة أخرى. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. أهلا وسهلا سيدي، شكون معنا؟ معك محمد مقنيطرة. مرحبا سي محمد، تفضل. الله يبارك فيك. بغينا ندخل مع السي صهيب. مرحبا. ويتوجه الله والوالد من البعد، وخويا هذا الشيء أمر الله، دابا والدي دابا يفكروا فيه. نعم. والسي راه عندي شي دخله ثاني، باغي نشكي على واحد الموضوع وما كتشدليش النمره كيفاش. ايوا السي محمد. احنا المستمعين عندنا بحال ياك. اي اللي اتصل هو الاول وقبض ليه الخط كنسمعوا ليه غدا ان شاء الله، واللي حاول الاتصال بينا ياك. نتصل بكم بهذا النمر. اييه في هذا النمر مع العشرة د الليل. الله يكرمك ابو حميد، ونسمعوا البرنامج ديالك مزيان. الله يكرمك. الله فيك. مرحبا بك السي. الله يكرمك يكرم السي شاكير. مرحبا بك. مرحبا بك السي محمد. هو يقول له يتوجه الله سبحانه وتعالى، ربي كبير. نعم. مرحبا بك السي محمد، وشكرا على التواصل ديالك معنا. احنا مازالين في التفاعل واياكم اعزائي عزيزتي على رقمنا الهاتفي 05 35
40 11 12. اليوم نتواصل مع هذه التجارب الثلاثة اللي سمعنا ليها اليوم، السي سهيب والأخت حكيمة وكذلك الأخت نجوى من مدينة خريبكة. 061 48 66 21. السلام عليكم، معكم عبد الرزاق من تنغير. نشكركم على هذا البرنامج، صراحة برنامج زوين وشيق ومهتم بالظواهر الاجتماعية، وكيحاول أنه يعطي واحد النبرة وإحساس يعني بالشباب الذي يعاني ويلات للظواهر الاجتماعية في المجتمع. أنا بغي غير نتدخل في هذه المسألة ديال الأخ من وجدة، وصراحة إنسان يعني وخا فقد والديه وتخلوا عليه، ما يعني ما فقدش واحد الأمل وواحد الإسبوع في الحياة، وهذا بالنسبة لي راه واحد إيجابية، يعني مسألة إيجابية بالنسبة لي بأنه راه يمكن أنه يكمل حياته. وتنحية عاليا على الأخلاق ديالو وعلى كيفاش هدار وطريقة باش وصل المساج، يعني راه في الواقع يعني حاليا صعيب نلقاو بحال هاد القيم والأخلاق يعني موجودة في واحد تخلاو باقين عند والديه، فما بالك بواحد تخلاو عند والديه، يعني راه تلقى تربية حسنة وخصو يصبر ويديرها في يد الله ويكمل قرايته هذا على ما كان، ولا يسر عليه الله يمشي. شكرا للمستمعين الوفي السي عبد الرزاق من مدينة تنغير، وشكرا على التواصل ديالك معنا عبر الواتساب. نمشي ناخذ مكالمة. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. اهلا وسهلا، شكون معنا؟ معك كريمة من الدار البيضاء. سليمة من الدار البيضاء. كريمة. كريمة من الدار البيضاء، مرحبا بك كريمة، اهلا وسهلا، تفضلي. شكرا. بغيت نتدخل في ذاك الولد سمعني. غير قدي التليفون ديالك لالا كريمة باش نسمعك بشكل أوضح، الله يعطيك الخير. أنا؟ دابا مزيان. دابا مزيان. بغيت نتدخل في ذاك الموضوع ديال صهيب. صهيب أيه، تفضلي. كنقول ليه حنا ما كنختاروش الوالدين ديالنا، هادي أول حاجة. نعم. ويمكن سمسف يعني الوالدين ديالو تخلوا عليه، يعني شي سبب وراه ما يمكنش يتخلوا عليه، راه الام ديالو ما يمكنش تنفع. نعم. شي سبب الله اعلم. والحمد لله كيبان مربي تربيه حسنه، وكيف زعما كاش الهضره كيخرجها، يعني ولد راه مربي ومزيان، وكنقول ليه يعني تبع الدراسه ديالو وما يفكرش في الوالدين ديالو شي حاجه خايبه. نعم. الوالد احنا ما كنختاروش والدين وما يمكنش ينساو، هادشي اللي بغيت نقول ليه. نعم الكريمه، واضح، شكرا جزيلا لك. الله يسلمك اخويا. مرحبا بك لالا، شكرا جزيلا لك، شكرا على التواصل ديالك معنا من مدينه الدار البيضاء. ناخذ مكالمه اخرى. الو السلام عليكم. الو. اهلا وسهلا لالا، شكون معنا؟ انا سيدي فاطمه من الرباط، سي حميد لاباس؟ الحمد لله لالا، يعطيك الخير. شكرا سيدي على هذا الموضوع. انا بغيت ندخل سي سهيب ولا لالا حكيمه. الو سي سهيب، انا كنقويه وفعلا نتكلم بواحد الهدوء وكلامه مرتب ومؤدب، وتبارك الله عليه قاري، وكانه كيتكلم شي راجل كبير، يعني كبير. الحمد لله هو اللي موصيه، هو يعتني في دوك الناس اللي مربيينه ويسامح والديه ويقابل دراسته، غادي يكون في المستقبل كأب في المستقبل، وحتى هو غادي يكون عنده وليدات، لا غير اللي مهم ما يبقاش يفكر باش ما يتلفش على الدراسة دياله وينسى الموضوع. ومن ناحية لالا حكيمة، درت واحد الخطأ كبير ونعذروها، يمكن صغيرة أو هذيك صاحبتها الله أعلم عرفت كيفاش تكلم معها، حتى تقت فيها. كان عليها تستشر مع الزوج ديالها، ولهذا دابا مزيان ملي مشات للبوليس خبرتهم، وهما قالوا لها ما تخافيش وعيشي حياتك، تعيش مطمئنه ما تخافش، لانه هو عارفها مزوجه ما غاديش يضرها، غير كيخوفها باش الاخرى تعطيه فلوسه، والواحد يسامح وصافي، لان الانسان
حميد. مرحبا بك لاله فاطمه وشكرا على التواصل ديالك معنا من مدينه الرباط. بطبيعه الحال مجموعه من الافكار اللي كنتقاسموها معيتكم مع كل متصل او متصله اللي كيفتحوا لنا القلوب ديالهم وكيتقاسموا معنا تجاربهم ولحظاتهم الانسانيه. اكيد اليوم كنتفاعلوا مع هاد التجارب اللي معظمها تجارب ديال الشباب. والاخت فاطمه الان والاخ حميد قبيله من سي محمد من وجده يستحضروا واحد المعطى مهم هو ديال الخبره في الحياه. أكيد الحياة تجارب والحياة تعلمنا الكثير، ولكن الأجمل هو كيفية كيف نستفيد من الأخطاء، كيف نستفيد ونتعلم من الأخطاء اللي ممكن نوقع فيها في وقت من الأوقات. ناخذ مكالمة. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك سيدي، شكون معنا؟ سعد لاباس عليك. الله يعطيك الخير، بارك الله فيك. شكون معنا سيدي؟ عبد الزريقي من قليب مولاي يعقوب. مرحبا بك السي الزريقي، اهلا وسهلا، تفضل. الله يحفظك. بغيت ندخل في ديك البنت نجوى. مرحبا. انا قالت لك داك السيد دخلت شي تدخلات بعيده عليها، ولكن راه ما عندها حتى مشكل، ما عندوش شي وثائق اللي دايرهم عليها باش غادي يقيسها في المحكمه ولا شي بلاصه. ما تخافش. هذه الاخت حكيمه ماشي الاخت نجوى. هذيك انما عندها حتى شي وثيقه دايرها عليها ولا شي حاجه تخاف عليها ولا شي حاجه، ما عندها والو، ولكن هي راه خرجت الموضوع خاصها تعلم الراجل ديالها. نعم، الله يحفظك السيد. صافي، هذا هو التدخلات ديالي، مرا ما غتخاف ما والو، ما عندوش شي حجه عليها. نعم، الله يحفظك. واضح السي الزريقي، شكرا جزيلا لك ومرحبا بالتواصل ديالك معنا من اقليم مولاي يعقوب. شكرا سيدي. 0661 48 66 21. السلام عليكم سي حميد الطاهري، اهلا وسهلا بك، تبارك الله عليك خويا. معك محمد اضردور من بولمان، وبغيت ندخل في القصه ديال الاخت حكيمه اللي عندها المشكل مع داك السيد اللي كان يهدد الخطيبه ديالو، يعني تكمل معاه اولا ترجع له داكشي اللي ضيع عليها. صراحة الأخت حكيمة عندها المشكل، إنما ما سبقاش يعني مربع يديها وكتشوف تحاول تدير شي حاجة، أهم حاجة غديرها غتحاول تصرح راجلها، تعاود له نفس القصة اللي عاودت للبرنامج والمستمعين يعني. وحتى إلا جاب الله يعني ذاك السيد غدا ولا بعد غدا يعني يدعيها او اللي يحاول يدير معها شي حاجه، يعني يكون كل شيء في خبر راجلها، ما تبقاش يعني حتى لغدا ولا بعد غدا يعني ملي يدعيها ذاك السيد عاد تجي تقول للراجل هادي شنو وقع ليها شنو وقع ليها شنو وقع لي. ديك الساعه ما غادي ينفع حتى شي حاجه، يعني داك الراجل راه ما غاديش يقدر يفهمها، يقول لي علاش ملي هادشي هذا كامل وقع علاش ما جيتيش يعني صرحتي النهار الاول، وهو يعني ملي غادي تصرحوا وغادي يقدر حتى هو يعني يعاونها بشي حاجه، وما نفرضوا كاع داك السيد يدعيها راه ما غادي يقدر يصور منها حتى شي حاجه، هي ما عطى ليها شي حاجه يعني باش تاخذها، هي كيعطي لها وكتعطي هي الصديقه ديالها اللي هي الخطيبه ديالو يعني. وغادي تقول مثلا المحكمه راه السيد هذا حقيقه كيعطيني بعض الحوايج كنوصلهم للخطيبه ديالو، الخطيبه ديالو هي صديقه ديالي، ما يحسبليش يعني غادي يوقع المشكل بيناتهم، ودابا يعني السيد دعاني انا وما عندي حتى شي يد في هذا الشيء هذا، الا كان شي حاجه يعني بينه وبين الخطيبه ديالو يعني ترجع ليه ولا ما ترجعش ليه، يعني المهم انا اللي عليا كان السيد بالفعل كيعطيني وكنعطي الخطيبه ديالو، وما انا ما كيعطيني يعني منه ليه منه ليا.